بيان اجتماع مجلس الحكومة اليوم دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان على التوالي بإعداد وتنفيذ مخططات تدعم البنى التحتية والمباني ذات قيمة استراتيجية أو تراثية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام وبرامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث الحكومة أيضا درست مشروع مرسوم رئاسي يحدد الشروط وكيفية قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين الحكومة أيضا شرعت في دراسة مشروع تنفيذي يقول يتضمن آليات تنفيذ قواعد المطبقة على الممارسات التجارية التي حددها القانون درست مشروع تنفيذي يعدل ويتم المرسوم التنفيذي الذي يحدد الشروط وكيفية استغلال المؤسسات الخاصة للصحة والسير وتنظيم نشاطاتها الصحية